السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني في درس جديد بعنوان ترتيب الأعداد ضمن 99 تنازلياً. والآن أحبابي الطلاب، هيا بنا نتذكر معاً العد التنازلي من خلال العد من 9 ووصولاً إلى العدد 1 تنازلياً. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ على بركة الله. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 أحسنتم! لعلكم لاحظتم كيف بدأنا بالعد التنازلي، نزولاً من العدد الأكبر إلى العدد الأصغر. دعونا نستمع لهذه القصة معاً. في حفلة عشاء أراد مازن أن يقدم الكعكة لأصدقاء والده، فأراد والده أن يختبره فقال: هل بإمكانك يا ولدي أن تقدم الكعكة للضيوف ابتداءً من الضيف الأكبر سناً؟ فسأل مازن الضيوف عن أعمارهم فأجابوا: الضيف الأول 29 سنة، الضيف الثاني 38 سنة، الضيف الثالث 53 سنة، الضيف الرابع 34 سنة. فكر مازن كيف سيرتب أعمارهم تنازلياً فلم يستطع. هيا بنا أحبابي الطلاب نساعد مازن في ترتيب الأعداد تنازلياً لمعرفة الضيف الأكبر سناً. أولاً سنقرأ الأعداد معاً. 29 38 53 34 والآن ما العدد الأكبر من بين هذه الأعداد؟ ولكي نتعرف سوياً إلى العدد الأكبر، هيا بنا ننظر إلى منزلة العشرات في الأعداد التي تظهر أمامنا على الشاشة. عشرتان في العدد 29، ثلاث عشرات في العدد 38، خمس عشرات في العدد 53، ثلاث عشرات في العدد 34. نجد أن العدد الأكبر هو، أحسنتم، هو العدد 53، لأن به خمس عشرات. ومن ثم يليه العددان 38 وأربعة وثلاثون، لأن بهما ثلاث عشرات، فهما متساويان في منزلة العشرات. والآن أحبابي الطلاب، إذا تساوت منزلة العشرات، ننظر إلى منزلة الآحاد لدينا في العدد 38، فنجدها 8 آحاد. ونلاحظ منزلة الآحاد في العدد 34، فنجدها 4 آحاد. والآن أحبابي، برأيكم ما هو العدد الأكبر؟ العدد 38 أم العدد 34؟ أحسنتم، العدد
38 أكبر من العدد 34. إذن ثاني عدد في الترتيب التنازلي هو العدد 38، ومن ثم يليه العدد 34. والآن أحبابي الطلاب، برأيكم ما هو العدد الأصغر؟ أحسنتم، العدد 29 هو العدد الأصغر. إذن الترتيب التنازلي للأعداد هو 53، 38، 34، 29. كما ترون نزول الأعداد على الدرج بالترتيب. والآن مع لغز درسنا لهذا اليوم، من أكون؟ أنا عدد أقع ما بين العددين 83 و88. آحادي عدد أصابع يد الإنسان، وعشراتي أكبر من آحادي بثلاثة، فمن أكون؟ سنؤجل الإجابة عن هذا اللغز في نهاية درسنا. الآن أحبابي الطلاب، هيا نرتب الأعداد التالية ترتيباً تنازلياً للحصول على جملة مفيدة. لدينا 4 بطاقات مكتوب عليها الأعداد والكلمات: الغالي 61، نحب 83، فلسطين 15، وطننا 64. ولترتيب الأعداد تنازلياً نبدأ بالعدد الأكبر وصولاً إلى العدد الأصغر. سنقوم الآن بترتيبها تنازلياً. ما العدد الأكبر؟ أحسنتم، 83. ما العدد الذي يليه في الترتيب التنازلي؟ رائعون، 64. ما العدد الذي يليه في الترتيب التنازلي؟ أحسنتم، 61. وأخيراً، ما العدد الذي يليه في الترتيب التنازلي؟ رائعون، 15. إذن الترتيب التنازلي للأعداد هو 83، يليه 64، ثم العدد 61، وأخيراً العدد 15. والآن هيا بنا نقرأ الجملة معاً. نحب وطننا الغالي فلسطين. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في الدرس القادم ضمن سلسلة الدروس المصورة بمبحث الرياضيات للصف الثاني الجزء الأول. ودمتم بحفظ الله ورعايته.